بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله احنا النهارده هنبدا نشرح الجراوند ريسيرفوار السكشن بتاعه، وهندي مسائل عليه والكونسبت بتاعه والرسمه بتاعته. طيب، اول حاجه هنبدا نشرحها هو الغرض من انشاء الجراوند ريسيرفوار. من خلال الفلو لاين اللي احنا خدناه في المحاضره، ان احنا كان عندنا الانتيك استراكشر، وبعد كده الكوليكشن وورك، وبعد كده الووتر تريتمنت بلانت، وقلنا دي اللي هي محطه المعالجه اللي بيحصل فيها معالجه الميه، اللي هي بتتكون من سيدمنتيشن تانك فلتريشن، وبعد كده الديسنفكشن اللي هو الديسنفكشن اللي هو التعقيم. التعقيم قلنا ان احنا كذا عندنا كذا نوع، زي الكلور او الكلوريمين اللي هو عباره عن كلور زائد نشادر، وتالت حاجه ممكن الالترا فايلوت او الاوزون. من اكتر الحاجات الشائعة استخدامها في مصر هو الكلور. طيب السي 1 ده عبارة عن ايه؟ ان احنا الجراوند ريسيرفوار ده اللي بيحصل فيه التفاعل ما بين الكلور وما بين المية، فلازم ان احنا نحافظ على فترة زمنية يحصل فيها التفاعل. فالسي 1 اللي هو الحجم الخزان اللي انا عاوزاه هيبقى بيساوي كيو ماكسيموم مونثلي بوحدة المتر مكعب بير اور، ومضروبة في الزمن اللازم لحدوث التفاعل ما بين الكلور والمية، وهو من نص لواحد ساعة. لو قال لك في المسألة ان نوع الديسنفكتنت المستخدم هو الكلور يعني خلاص، لو ما قالكش ان احنا بنعتبره ان هو الكلور وبناخده بنص ساعة. تاني سي اللي هي سي 2 دي بتاعة الطوارئ. طيب بتساوي ايه؟ بتساوي كيو ماكسيموم مونثلي في الزمن اللي هيحصل فيه الطوارئ اللي عندنا، بناخده من 4 لـ10 ساعات. طيب الطوارئ دي بتحصل فين؟ في حالة كسر ماسورة من المواسير، فلازم يبقى انت عندك مية متخزنة في الجراوند ريسيرفوار. تاني حاجة، ممكن المحطة ما بتعملش بكفاءة، حصل اي ظرف من الظروف، المية اللي داخلة للمحطة الخصائص بتاعتها اتغيرت، فلذلك الخصائص اللي خارجة منها برضو هتبقى متغيرة، زي ما حصل في السيول اللي كانت حاصلة في مصر قريب. طيب السي 2 هيبقى بيساوي ايه؟ هيساوي الكيو ماكسيموم مانثلي، قلنا فيه من 4 لـ10 ساعات، احنا بناخدها بتمن ساعات. تالت حاجة، في اللي هو اختلاف ما بين الانتاج اللي طالع لي من المحطه، اللي هو احنا بنصمم المحطه زي ما قلنا على ايه؟ على كيو ماكسيموم مونثلي. طيب الناس بتستخدم في البيوت ايه؟ بتستخدم كيو ماكسيموم ديلي، ففي فرق كده، المحطه مخرجه لي كيو ماكسيموم مونثلي، والاشخاص في البيوت هتستخدم الكيو ماكسيموم ديلي. طيب الفرق ده هنخزنه في الخزان الارضي. طيب اللي هو بيساوي ايه؟ اللي هو سي 3 هتساوي الكيو ماكسيموم ديلي ناقص الكيو ماكسيموم مونثلي. الكيو ماكسيموم ديلي اللي هي 1.8 في الكيو افريج، والكيو ماكسيموم مونثلي اللي هي 1.4 كيو افريج. الفرق ده بنضربه في 1 دي، ولازم الوحدات بتاعتهم بتبقى بالمتر مكعب بير دي. طيب رابع حاجة، ان احنا بنخزن في الخزان الارضي 80% من الفاير فلو، 80% من الايه؟ من الفاير فلو. طيب الفاير فلو احنا بنحسبه على حسب عدد السكان. طيب لو البوبوليشن اقل من 500,000 كابيتا، فالسي 4 اللي هي الفاير فلو هتبقى البوبوليشن على 10,000 في ساعتين في 60 متر مكعب بير اور. طيب كل ترم من الترمات دي بيعبر عن ايه؟ هو بيقول في الكود ان هو بيعتبر انه او بيفترض ان كل 10,000 نسمة هيحصل ليهم حريقة واحدة، فعشان كده قسم البوبوليشن اللي عنده اللي هي كثافة السكان على 10,000، فجاب له عدد الحرائق اللي هتحصل، وافترض كمان ان كل حريقة هتستمر ساعتين، وكل حريقة من دول عشان نطفيها هنحتاج كمية من المية اللي هي 60 متر مكعب بير اول. طيب ده في حالة ان البوبوليشن بتاعتي اقل من 500,000 كابيتا. طيب في حالة ان البوبوليشن اكبر من 500,000 كابيتا، القانون هو هو اللي هو سي 4 هتساوي 80% في البوبوليشن على 10,000 في 2 في ساعتين في 60 متر مكعب بير اور. طيب المرة دي ليه ضربنا في 2؟ بيقولك بما ان كثافة السكان زادت، فهو اعتبر ان كل 10,000 نسمة هينتج عنهم حريقتين مش حريقة واحدة، وضربوا برضو في الساعتين اللي هو الزمن اللازم عشان يطفي الحريق، ويضربوا في 60 متر مكعب بير اور اللي هو المية اللازمة عشان يطفي الحريق. تاني حاجة هنعرفها ايه الخطوات اللي نمشي عليها الستبس عشان نصمم الجراوند ريسيرفوار، او لما تجيلي مسألة ابقى عارفة ايه الخطوات اللي انا همشي عليها. طيب اول حاجة
اول حاجه اللي احنا بيبقى جيفن في المساله ايه؟ بيبقى جيفن عندي في معظم الاحيان وفي معظم المسائل كمان اللي نزلت لكم في الشيت، بيبقى مديك البوبوليشن والووتر كونسامشن، وبيبقى طالب منك ان انت تعمل ديزاين للجراوند ريسيرفورز بلس ان انت لو طلب منك ان انت ترسم الرسمه بتاعته سكتش. اول حاجة احنا بنعملها ايه؟ اول خطوة عندي ان احنا هنحسب الـ Q average. الـ Q average اللي هي هتساوي الـ population في الـ water consumption. الـ population بتبقى بوحدة الـ capita والـ water consumption بوحدة الـ liter per capita per day، فاحنا لو ضربناهم في بعض هيطلع لي الـ Q average بوحدة الـ liter per day، فاحنا الارقام هتبقى كبيره جدا وهيبقى صعب ان ممكن تتلخبط وانت بتنقل رقم من الارقام، فعشان كده احنا بنقسمها على 1000 عشان نحولها لوحده المتر مكعب بير دي وتبقى اسهل في الحسابات. طيب بعد ما بنحسب الكيو افريج قلنا ان احنا هنحولها لمتر مكعب بير دي، زي ما عرف هنعرف بعد كده ان انت مثلا لما بتيجي تحسب السي 1 بيبقى عندك ايه؟ كيو ماكسيموم مانثلي في التي 1 اللي هي من نص الواحد ساعه، فعشان يبقى الوحدات صح فعشان كده لازم ان احنا نحسب الـ Q average بوحدة المتر مكعب بير اول. طيب هنحولها ازاي؟ هنقسم الـ Q الـ average اللي احنا جبناها او حسبناها بوحدة المتر مكعب بير دي وهنقسمها على الـ working period بتاعت المحطة. لو هو ما اداكش working period في المسألة فانت هتفترض ان المحطة بتاعت المية شغالة طول اليوم، فهنفترض ان هي ب 24 ساعة، وبكده احنا حولناها لمتر مكعب بير اول. طيب تاني خطوة بعد ما حسبنا الـ Q average هنحسب الـ Q maximum monthly اللي هي ب 1.4 في الـ Q average، وهتحسبها بالوحدتين اللي هي متر مكعب بير دي والمتر مكعب بير hour. طيب برضو هنحسب الـ Q maximum daily اللي هي 1.8 في الـ Q average، وهنحسبها بالوحدتين اللي هي الـ Q maximum اللي هي متر مكعب بير دي والمتر مكعب بير hour. دي تاني خطوة. تالت خطوة هندخل بقى ان احنا نحسب الحجم بتاع الجراوند ريسيرفوار، ان احنا نحسب ال C1 وال C2 وال C3 وال C4 ونحسب الـ التوتال فوليوم بتاع الجراوند ريسيرفوار. قلنا ان C1 بتساوي Q maximum monthly بوحدة المتر مكعب بير اور، لازم ناخد بالنا من الوحدات، وهنضربها في نص ساعة، وال C2 اللي هي الـ Q maximum monthly مضروبة في 8 ساعات اللي هي وقت الطوارئ اللي احنا افترضناه ب 8 ساعات. بعد كده C3 هي الفرق ما بين الـ Q maximum daily ناقص الـ Q maximum monthly، بس الاثنين يبقوا بوحدة المتر مكعب بير دي ومضروبين في يوم واحد. C4 اللي هي 80% من الـ من الـ Q fire اللي هي تبقى 8.8 في الـ population على 10,000 في ساعتين في 60 متر مكعب بير أو. طيب التوتال فوليوم بقى بتاع الخزان الارضي هيبقى bigger of C1 او C2 او C3، يعني هناخد الكبيرة، احنا حسبنا C1 و C2 و C3 هتاخد القيمة الاكبر منهم مجموع عليها C4، فده هيبقى C total اللي هو الحجم الكلي المطلوب للخزانات. ده مش حجم الخزان الواحد، لا ده حجم المية اللي انت عاوز تخزنها للمحطة كلها، للناس اللي موجودين في المدينة دي لو عندهم المحطة دي بس، فاحنا عاوزين نخزن لهم الكمية دي. هل هتبقى هي اقل عدد من الخزانات؟ هيبقى طيب احنا كده جبنا حجم الخزان، هل احنا كده صممنا الخزانات؟ لا، احنا كده ما صممناش الخزانات. عشان نقول ان احنا صممنا الخزان لازم نجيب عدد الخزانات الـ number of tanks اللي هو الـ N والـ dimension بتاعته اللي هي الـ D والـ L والـ B. القيم اللي هي الـ D اللي هو الـ depth والـ L اللي هو length اللي هو طول الـ ground reservoir والـ B اللي هو الـ width اللي هو عرض الـ ground reservoir. طيب القيم دي ليها قيم محددة من الكود، وزي ما اتقالت في المحاضرة الديزاين كرايتيريا بقى بتاعتي اللي هي القيم دي او اللي انا همشي عليها. اول حاجة بيقول لك دبس الدي والال والبي، الابعاد دي كلها دي ابعاد مية وليست ابعاد خرسانة. انت كمهندس انفراستراكشر او مهندس انت بتصمم جراوند ريسيرفوار في محطة معالجة، فانت مطلوب منك بس ان انت تجيب ابعاد المية وبعد كده بتديها لمهندس الاستراكشر، هو اللي بيجيب لك ابعاد الخرسانة وبيصمم الايه الخرسانة. اول حاجة الدبس بتاع المية الرينج بتاعه بيبقى من 3 لـ 5 متر، احنا بنفرده ان هو في منتصف الرينج وليكن 4 متر. بعد كده السيرفس اريا بتاعة التانك الواحد اللي هي ال L في البي، هو ان احنا عندنا الجراوند ريسيرفوار ده عبارة عن متوازي مستطيلات، القاعدة بتاعته اللي هي السيرفس اريا دي مستطيل
وليه دبس بتاع الميه. السيرفيس اريا ما تزيدش عن 2000 متر مربع. طيب النمبر اوف تانك بقي اقل عدد 2، لازم يبقوا اكتر من 2، واللينس ال هيبقى مضاعفات الايه الرقم 5. اشمعنى مضاعفات الرقم 5؟ لاننا زي ما هنشوف بعد كده في الرسمه ان هو في حوائط رئيسيه كده كل 5 متر، يعني المسافه ما بين الحائط ده والحائط ده 5 متر، فعشان كده بناخده مضاعفات الرقم 5، وهو المفروض ان هو ما يزيدش عن 50 متر. وبعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل تشيك ان البي لازم يبقى اقل من ال، والنسبه ما بين ال والبي تبقى من 1.2 ل1.5. طيب يعني البي لو عندي ال ب50 وليكن البي هيكون ب40، فعشان كده السيرفيس اريا مفروض ان هي ما تزيدش عن 2000، اللي هي الايه اللي هو خد الماكسيمم لينس مضروب في الماكسيمم ويدث اللي هو 50 في 40، فطلعت لي بايه ب2000 متر مربع. طيب انا بعد ما حسبت السي توتال اللي احنا جبناها اللي هي بتساوي البيجر اوف سي 1 او سي 2 او سي 3 مجموع عليها السي 4، هنقول ان هي سي توتال الفوليوم ده هيساوي ال ان عدد الخزانات في ال ال في البي في دي. هنفرض ان دي ب 4 متر، وقلنا ان ال ال في البي ب 2000. من المعادله دي، من المعادله رقم 1 اللي انا مسميه رقم 1، هجيب الايه ال ان. ال ان لو طلع لك رقم بكسور يعني، فهنقربها للاكبر. طيب وبعد كده نفرض ان ال ال ب 50 متر ونحسب البي، لان انا هيبقى عندي ان دي انا فرضها من الاول، وال ان انا جايباها، وال ال فرضها ب 50، هجيب الايه البي. التشيك بتاعي بقى اللي احنا قلنا عليه ان البي يبقى اقل من ال، وان النسبة ما بين ال والبي هتساوي من 1.2 لواحد وايه 1.5. نبدأ بقى ندخل في البروبلم بتاعتنا. اول حاجة بيقول لك البروبلم بتقول design the ground reservoir for a city of population 250,000 كابيتا والaverage water consumption 200 لتر بير كابيتا بير دي if working period 20 hours per day and draw sketch for one of these reservoirs showing all pipes and valves. يبقى هو given بتاعنا ان population مديهالي ب 250,000 كابيتا والwater consumption 200 لتر بير كابيتا بير دي. اول خطوة قلناها ان احنا بندخل المسألة نحسب ال Q average اللي هي population في الwater consumption ونقسمها على 1000 عشان نحولها من وحدة اللتر بير دي لمتر مكعب بير دي. طلعت ب50,000 متر مكعب بير دي، عاوزين نحولها متر مكعب بير اور، فنقسمها على الوركينج بيريود. في المسألة عندنا هو مدينا ايه الوركينج بيريود ب20 اور بير دي، فنقسم على 20 هتطلع ب2500 متر مكعب بير اور. تاني خطوة هنحسب الكيو ماكسيموم مانثلي اللي هي 1.4 كيو افريج، وهنحسبها بوحدة المتر مكعب بير اور اللي هي طلعت ب3500، والمتر مكعب بير دي اللي هي ب70,000 متر مكعب بير دي. بعد كده نحسب الكيو ماكسيموم ديلي اللي هي 1.8 في الكيو افريج اللي هي 1.8 في 50,000 تبقى 90,000 متر مكعب بير دي، وبتساوي 4500 متر مكعب بير اور. يبقى كده احنا حسبنا الكيو افريج، وبقى عندنا جاهز الكيو ماكسيموم مانثلي والكيو ماكسيموم ديلي. بعد كده ندخل نعوض نجيب السي 1 والسي 2 والسي 3 والسي 4 ونحسب السي توتال. السي 1 اللي هي الكيو ماكسيموم مانثلي مضروبه في نص ساعه، 3500 في نص ب 1750 متر مكعب. السي 2 هتبقى الكيو ماكسيموم مانثلي في 8 ساعات، يبقى 3500 في 8 28000. طيب السي 3 هتبقى الكيو ماكسيموم ديلي ناقص الكيو ماكسيموم مانثلي، ده اللي هي الفرق ما بين اللي هو ايه اقصى استهلاك للناس اللي هو كيو ماكسيموم ديلي ناقص الماكسيموم برودكشن بتاع الووتر تريتمنت بلانت ومضروب في 1 داي. فعشان كده قلنا لازم باكد تاني ان الكيو ماكسيموم ديلي في السي 3 او كيو ماكسيموم مانثلي لازم يبقوا بوحدة المتر مكعب بير داي، هتبقى 90,000 ناقص 70,000 في 1 هتبقى ب20,000 متر مكعب. طيب السي 4 اللي هي الايه 80% من الميه اللازمه للفاير الفاير ديماند، هنا البوبوليشن بتاعي اقل من 500,000 اللي هو 250,000، فايه فهيبقى 250 على 10,000 عدد الحرائق هتبقى ايه حريقه واحده مضروبه في ساعتين اللي هو الزمن اللازم لاطفاء الحريقه في
الستين متر مكعب بير اور مضروبة في بوينت ايه. البوينت ايه جت منين؟ ان احنا مية الحريق ما بنخزنهاش كلها في الخزان الارضي، بنخزن 20% منها في الخزان العالي. طيب ليه؟ عشان الخزان الارضي لو انا خزنت مية الحريق كلها، الحريقة بتحصل في وقت انا ما ببقاش عارفاه، فبقى محتاجة ممكن تحصل، فهي بتحصل فانا بحتاج مية بضغط والمية تبقى مضغوطة، فالاليفيتد تانك عقبال ما بيسعف لي ان المية تجيلي مضغوطة، عقبال ما اشغل البمبات بتاع الهاي ليفت بامب فتطلع لي المية من الجراوند ريسيفوار. تمام. طب ليه ما بحطهاش دي ليه ما بحطهاش كلها في الجراند ريسيفوار؟ طب ليه ما بحطهاش كلها في الاليفيتد تانك؟ لان احنا قلنا لو انا عندي خزان عالي وخزان ارضي بنفس السعه ونفس السي بتاعته نفس الفوليوم، الخزان العالي تكلفه انشائه بتبقى عاليه وكبيره جدا، نتيجه ان هو مرفوع على اعمده وارتفاعه كبير، فالاعمده دي بتتكلف اكتر. فهنا السي 4 اللي هو 80% من الفاير ديموند اللي هي هتطلع معايا ب 2400 متر مكعب. طيب السي توتال قلنا ان هو البيجر اوف سي 1 زائد سي او سي 2 او سي 3 مجموع على السي 4. طيب السي 1 والسي 2 والسي 3 مين الكبيره فيهم؟ طلعت معايا السي 2 اللي هي 28000 متر مكعب، يبقى انا عندي السي توتال هتبقى السي 2 زائد السي 4 اللي هي 28 زائد ال 2400 هتبقى 30400 متر مكعب. يبقى ده حجم الميه اللي انا عاوزه اخزنها. هشوف انا هخزنها في كام تانك وابعاد التانك الواحد ايه. اول حاجه هاسيوم ان دي الدبس بتاع الميه في التانك الواحد ب 4 متر، والال في البي اللي هي السيرفيس اريا ب 2000، وطبق في القانون ان الفوليوم عندي هيساوي عدد الخزانات في حجم متوازي مستطيلات اللي هو ال L في ال B في ال D. 30400 هتساوي ال N مضروبة في المساحة السطحية للتانك الواحد اللي هي ب 2000 مضروبة في ال D اللي هو دبس المية اللي هو ب 4. هنطلع من هنا المعادلة دي ال N طلعت معايا ب 3.8، وقلنا ان احنا بنقربها للرقم الاكبر فهتبقى ب 4. نرجع نطبق المعادلة تاني، بس المرة دي احنا هيبقى معانا ال N ومعانا ال D، وهنفرض الايه؟ اسيوم ال L. ال L هنفرضها ب 50 متر اللي هي الماكسيموم تنس، ومن نفس تطبيق المعادلة اللي هي بتاعة الفوليوم هنطلع ال B هتطلع ب 38 متر. كده بقى عندنا ال N عدد الخزانات ب 4، ال L لينس بتاعها ب 50 متر، وال B ب 38 متر، والدبس ب 4 متر. وزي وباكد تاني ان الابعاد دي ابعاد ميه وليست ابعاد خرسانه. يتفضل عندي التشيك بتاعي اللي هو ان البي لازم تبقى اقل من ال ال، وان ال ال على البي هيبقى 50 على 38 طلعت ب 1.3، يبقى هي اكبر من 1.2 واقل من 1.5، يبقى هي موجوده في الرينج بتاعي، يبقى كده تمام اوكي، يبقى انا كده صممت. يبقى نعمل سمري كده للي احنا قلناه، ان احنا بيجي لنا مساله خزان ارضي بيديك فيها البوبوليشن والووتر كونسامشن، بتتحسب اول حاجه كيو افريج، بعديها بتحسب الكيو ماكسيمم مانثلي والكيو ماكسيمم ديلي، ثالث خطوه بتدخل تحسب اللي هي السي 1 والسي 2 والسي 3 والسي 4، بعد كده بتحسب السي توتال اللي هي الكبير من السي 1 او سي 2 او سي 3 مجموع عليهم السي 4، ده بيبقى السي توتال اللي هي حجم الخزانات الكليه اللي انا عاوزاها. بعد كده بفرض الدي الدبس وبفرض السيرفيس اريا، بجيب من المعادله بتاعه الفوليوم عدد الخزانات بقربها للاكبر، برجع اطبق المعادله تاني بعد ما بقى عندي ال N وبقى عندي الدي، بفرض ان ال L ب 50 متر وبجيب ال B، وبعد كده بعمل التشيك بتاعي. طيب كان طالب مننا برضو في السؤال ان احنا نرسم له سكتش للجراوند ريسيفور. لما يطلب منك ان انت ترسم سكتش للجراوند ريسيفوار، جراوند ريسيفوار بنرسم اليفيشن او سيكشن وبنرسم البلان وبنحط عليه الابعاد اللي انت طلعتها من الايه من الحسابات بتاعتك. اول حاجه عندي احنا قلنا ان هو عباره عن متوازي مستطيلات، فالبلان بتاعي هيظهر لي كمستطيل، ده اللي هو ال L اللينس بتاعي اللي هو هنكتب عليه هنا في المساله بتاعتنا ب 50 متر، والبي اللي هو ب 38 متر. طيب الخزان الارضي او الرسمه اللي قدامنا دي عباره عن ايه؟ اول حاجه ان احنا بيبقى عندنا الميه بتبقى داخله من على اليمين كده، بتبقى داخله من على شمالي هنا، وبعد كده بتخرج من على اليمين. طيب دخول الميه هنا
في الـ elevation هيظهر ان المية بتدخل من فوق وبتخرج من تحت. طب ليه؟ اول حاجة عشان يبقى first in first out، يعني ان المية قطرة المية اللي دخلت لي الاول هي تخرج برضو اول حاجة، عشان يبقى block flow، وان كل ونتأكد ان كل قطرة مية هتدخل الخزان هتقعد retention time اللي انا عاوزاه، وهيحصل التفاعل ما بين المية والكلور. يبقى اول حاجة قلنا ان احنا هنرسم مستطيل كده اللي هو بأبعادي، ممكن ترسمه بسكيل مثلا سكيل 1 لـ100، يعني كل 1 سنتي كل 1 سنتي بمتر، لا خلوها 1 لـ1000، تبقى كل 1 سنتي لـ10 متر، فال ال ده اللي هو 50 متر هيبقى 5 سنتي، والبي هيبقى 3.8 سنتي. طيب اول حاجه البلان اللي عندي قلنا ان الميه بتدخل من هنا وبتخرج من هنا، بتبقى جايه لي من الرابيد ساند فلتر عشان تدخل هنا ونضيف الكلور. الغرفه اللي هي اللي في الاول والاخر دول ما بينتموش للخزان، يعني هما دور خارج ال والبي بتاعتي، دور غرف محابس. هنا بيبقى فيه محبس دخول اللي هو السيليكا فالف، عشان ان احنا بنفتحه لما بنبقى عاوزين ان احنا ندخل الميه. بعد كده المية بتدخل من هنا، بيبقى عندي حاجة هنا اسمها فلود فالف. فلود فالف ده بيساعدني على ان انا احافظ على دبس المية يكون ثابت، يعني انا لو عاوز اثبت الدبس ده على 4 متر، فالفلود فالف ان هو لو الفلود فالف ده اتكسر، فالمية هيحصل ايه؟ هتفضل تتملي تتملي تتملي، ومش هتدي اشارة للفالف اللي هو محبس الدخول اللي هنا ان هو يتقفل. فلو اتكسر المية هتفضل ترتفع ترتفع ترتفع. واحنا هنا عاملين اير فنت اللي هي الفتحات دي، الفتحات دي بتبقى فتحة عشان يدخل منها الهواء، برضو عشان لو حصل ان الفلوت فالف ده اتكسر فالمية هتخرج وهتغرق الدنيا. فلو العامل ملاحظ العامل بقى يلاحظ اللي بره ان هنا حصل ايه، ان الفلوت فالف اتكسر. طيب يبقى احنا قلنا ان المية بتدخل من هنا، ده محبس الدخول، ده الفلوت فالف عشان احافظ على ان منسوب المية يفضل ثابت، وهنا في برضو سلكة فالف عشان ده محبس الايه الخروج. انا لو عاوزة اخلص المية اتخزن الناس بقى محتاجة مية، فان انا بقى من الجراوند ريسيفوار، سواء ان هو حصلت حريق او ان هو حصل عجز ما بين المية اللي جايالي والمية اللي بتدق في الشبكة، فانا عاوزة اودي المية للهاي ليفت بامب، فبفتح محبس الايه الخروج. طيب بعد كده ظاهر عندي في البلان ان انا البي ان الخزان الواحد بيبقى متقسم بحيطة كده في النص ليه خزانين. طيب فايدتها ايه؟ فايدة ان انا لو عاوز اعمل صيانة او اعمل غسيل للخزان، فنص الخزان بيبقى بفضيه والنص التاني بيبقى ايه مليان. طيب زي ما انتم شايفين انه احنا قلنا الاير فانت دي اللي هي الفتحات دي بتاعة الهواء، عشان الهواء تبقى متعرضة للهواء الجوي، فالمية دي بيبقى فيها كلور عشان ان هي تخرج الغازات الزيادة وغاز الكلور الزيادة، عشان المية ما تكونش مكمكمة، وعشان كمان الضغط الجوي ده يساعدني في تفريغ الخزان عن طريق الاندر جرافتي. زي ما احنا شايفين ان ارضية الخزان بتبقى مايلة بميل 1 لـ100، ده فايدته ايه؟ فايدته ان انا الخزان اثناء الغسيل ان المية تمشي اندر جرافتي، وان احنا بنغسل الخزان الارضي من 6 شهور لسنة. بعد كده عندي اللي هي السلالم، السلالم دي بتبقى من الستانلس ستيل. فايدتها ايه؟ فايدتها احنا قلنا ان احنا دي محابس ممكن تتكسر، او ان احنا عاوزين نعمل غسيل او صيانة للغرفة دي، فالعامل بينزل من خلال السلالم دي، وانا عاملاها من الستانلس ستيل لان طبعا ده بيبقى فيه مية وفيه هواء جوي وكلور، فالحاجات دي ممكن ان هي ايه تصدي. طيب هنا في حاجة اسمها وير، ده هدار. الهدار ده فايدته ان انا بحافظ على منسوب المية، لما انا بفضي الخزان مثلا وعاوز اغسله او عاوز اعمل صيانة للغرفة دي، فانا بفضي المية لغاية منسوب الهدار، والهدار ده فايدته ان العامل يقف ايه عليه. طيب فايدة الحوائط، احنا قلنا الحوائط دي بتتكرر كل 5 متر، فايدتها ان انا بعمل زي تقليب ميكاني تقليب كده للمية، بحيث ان هي ما تاخدش شورت سيركت، ان هي تدخل من النقطة دي تخرج لي على طول على النقطة دي، لان هي بتمشي كده في شكل زجزاج، بحيث ان هي ايه يبقى في وقت للتفاعل يعني ما بين المية وما بين الكلور. طيب بعد كده احنا قلنا ان الخزان ده بيبقى من الخرسانة، بعد كده في خرسانة قاعدة خرسانة عادية، وبعديها
في يعني قاعدتين، واحدة اللي هي البلين كونكريت اللي هي اللي جوه الخزان معمول خرسانة مسلحة RC، واللي بره دي اللي هي بتبقى البلين كونكريت، وبعد كده بيبقى في حاجة اسمها ايزوليتنج ماتيريال، لان احنا زي ما احنا شايفين ده الجراوند اللي في المنسوب الارض الطبيعية اللي عندي، او منسوب الطريق اللي في المحطة مثلا. انا نزلت منه تحت الارض اللي هو منسوب عمق الخزان، فان ده بقى فيه تربة، التربة ممكن يبقى فيها مية جوفية، فيها املاح، اي حاجة، فممكن ان هي تتفاعل مع الخرسانة، فعشان كده حطيت ايه ايزوليتنج ماتيريال. طيب احنا كده قلنا ان احنا برضو لازم نكتب الابعاد اللي هي ال والبي والدبس اللي هو دبس المية. في قلنا ان هو 1 متر من نص الواحد متر فري بورد فوق دبس المية ده، عشان قلنا ان هو لو الفلود فالف ان هو اتكسر، وعشان كمان نعمل تهوية للمية وما يحصل لهاش كمكمة. طيب نبدأ في المثال التاني. المرة دي بقى هو يعتبر في المثال ده ان احنا قلبين المسألة، يعني هو اداك ده هنا مدينة بيقولك determine emergency time for a water planet that has 5 ground reservoir of a capacity 7500 متر مكعب 4H. يعني انا عندي محطة معالجة فيها 5 ground reservoir، السي توتال بتاعت الواحد بتاع منهم 7500. بيقولك ان البوبوليشن سيرفد باي ذيس بلانت 250,000 كابيتا، والافريج ووتر كونسومشن ب 300 لتر بير كابيتا بير دي. يعني هو مدينا السي توتال، ومطلوب ومدينا البوبوليشن، ومدينا الووتر كونسومشن، وطالب مننا ان احنا نحسب بس الامرجنسي تايم. طيب السي توتال هيبقى ايه؟ هيبقى 5 خزانات في 7500 اللي هو حجم الخزان الواحد، هيطلع 7500 متر مكعب. طيب انا عندي السي توتال للخزان السي توتال اللي هي بتاعه الميه كانت بتساوي السي توتال اللي هي حجم الميه المطلوب تخزينها في المحطه، كانت بتساوي ايه؟ بتساوي الاكبر من سي 1 او سي 2 او سي 3 زائد السي 4 اللي هي الفاير ديماند. طيب هو المره دي محدد لي بيقول ان انا عاوز الامرجنسي تايم، يبقى كاني هستخدم اللي هي الايه السي 2 زائد السي 4. طيب انا عندي سي توتال معروفه، السي 4 اللي هي الفاير ديموند هحسبها، لان انا عندي البوبوليشن هنا البوبوليشن 250 يعني اقل من 500,000 كابيتا، هنروح قايلين السي 4 هتبقى بوبوليشن على 10,000 في ساعتين في 60 متر مكعب بير اور في 80% او 0.8، هتطلع ب 2400 متر مكعب. يبقى انا عندي السي توتال هتساوي السي 2 زائد السي 4، السي توتال ب 37,500 هتساوي السي 2 زائد ال 2400 اللي هي حجم الفاير ديموند. بعد كده السي 2 هتطلع لي بكام؟ ب 35,100 متر مكعب. يبقى الامرجنسي ديموند ب 35,100 متر مكعب. طيب الامرجنسي قلنا اللي هي ب 35,000 والمتر مكعب، السي 2 دي كنا بنحسبها اصلا ازاي؟ كانت بتتحسب من الكيو ماكسيموم مانثلي مضروبه في الامرجنسي تايم. يبقى انا هعمل اول خطوه اللي انا كنت بعملها في المسائل العاديه، ان انا بحسب الكيو افريج اللي هي البوبوليشن في الووتر كونسومشن، وقسمت على 1000 و 24 لان انا اعتبرت ان الوركينج بيريود هنا ب 24 عشان اطلع الكيو افريج بتاعتي بوحده المتر مكعب بير اور. يبقى الكيو افريج عندي ب 3125. الكيو ماكسيموم مانثلي هتبقى 1.4 في الكيو افريج، هتطلع ب 4375 متر مكعب بير اور. يبقى السي 2 هتساوي الكيو ماكسيموم مانثلي في الامرجنسي تايم، السي 2 اللي هي 35100 هتساوي كيو ماكسيموم مانثلي اللي انا حاسباها 4375 في الامرجنسي تايم، طلعت معايا ب 8 ساعات. وكده هي بتحقق لي ان انا عندي مفروض انها كنت بفرض ان الامرجنسي تايم من 4 ل 10 ساعات، فكده اوكي. يبقى انا كده في المسألة دي مقلوبة، المسألة مقلوبة بحيث ان هو اداك الحجم بتاع الجراوند ريسيفوار وطلب منك اي مجهول في السي 1 او السي 2 او السي 3 او السي 4. طيب كان طالب هنا كان مدينا البوبوليشن فحسبنا منها السي 4 وكان عاوز بس التايم. بكده السكشن بتاع الجراوند ريسيفور بتاعنا انتهى.
احنا ناقشنا فيه الكونسبت بتاعه، المعادلات اللي انا بستخدمها في الحل والخطوات بتاعة الحل، وخدنا مثال مثال يعني تقليدي اللي هو بيديك البوبليشن والووتر كونسامشن وبيطلب منك ان انت تحسب لي عدد الخزانات وابعادها، وخدنا الرسمة بتاعته ودي كانت رسمة مبسطة، وخدنا برضو المثال اللي هو بالمقلوب ان هو مديك الجراوند ريسيرفوار اللي هو الحجم، وكان طالب منك ايه ان انت تحسب له الزمن بتاع الامرجنسي تايم بس. لو حد عنده اي سؤال ممكن ان هو يبقى يتواصل معانا على اللي هو المايكروسوفت تيم، وشكرا.